مع ستريس ديال الخدمة والمسؤوليات والترونسبور والعلاقات الإنسانية والصداع والتلوث. ضروري خاص الانسان يخرج ويسافر ويريح ويبدل الجو، واحسن بلاصه يمكن يلقى فيها راحته هي الطبيعه. ولكن مؤخرا هاد الطبيعه ما بقاوش باغيين يخليوها ترتاح، وولات طالبه معنا الشرع. جريمه مصيبه. بزاف ديال الناس كيمشيو للغابه، ولكن في بلاصه ما يجيو خفاف باش يديروا بيكنيك كيجيبوا المجمر، البوطه الصغيره الجميله، السدادر باش يتكاو، الكوكوط، الماء عندي الكوزينه، وتامل القصع والكسكاس. هادو بانوا ليا كيرحلوا الدار كلها. وشحال من واحد كيشعل الكارو كيكمي وكيلوح البنته في الغابه، وما على بالوش ان هاد الجست ديال 3 ديال الدقائق كيقدر يقتل غابه ويحرقها في عمرها 100 عام. بلا ما نهضروا على الناس اللي كيجيو كيلقاوها في هاد الشكل وكيردوها في هاد الشكل. اما في البحر بلا ما نهضروا على دوك المصانع اللي كيلوحوا المواد السامه، وملي الجمعيات كينوضوا باش يغوتوا على هاد المشكل كينوض شي مسؤول ديال المصنع كيقول لهم اما هادي من ديال ليكم راه حنا كنعاونوا الاقتصاد. اما في المدن الكبيره التلوث كل عام كيتزاد وكيزيد يتزاد، حتى لواحد النهار غادي نوليو كاملين كنخرجوا بحال هكا، ولا ما رديناش البال غادي نوليو نخرجوا بحال هكا، ولا ما راعيناش غادي نوليو نخرجوا بحال هكا. الطبيعه رعانات معانا، طبقه ديال الاوزون والتقبات، الحيوانات براسهم ولاو كينتحروا، بلا ما نهضروا على شي اراضي اللي ما بقات بغات تنبت فيهم حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين، حافظوا على هاد الطبيعه اللي عايشين فيها كاملين واللي صابر على هبالنا هذه قرون وسنين.